طيب خلينا نشوف عدد من لاعبين النادي الاهلي كان لهم حديث لبرنامج كوره عبد الله الراشد نتابعه. يعني ما شاء الله انت لف ديربي الاتحاد يمكن من البراعم ها؟ تعودنا خلاص. ما عاد فيها لانه المباراه لها هيبه بالنسبه لك؟ بالعكس في حماس يعني بالعكس انا احب المباراه دي. خاصة تلعب مع فريق زي الاتحاد فريق كبير يعني اكيد الواحد ينبسط من عندي مباراة يا ريت الدوري كله ديربي. انت جاهز؟ والله ان شاء الله. دخلت مع المجموعة كل شيء خلاص جاهز؟ لا دخلت على المجموعة هذا الباقي عند المدرب. معلش بسألك سؤال خاص فيك، عقدك ايش صار فيه؟ والله ما صار شيء بقي لي 3 شهور ان شاء الله اخش 6 شهور. نقاشات مع الإدارة؟ والله ان شاء الله انا الإدارة ما احنا مختلفين. يعني انا ما افكر الا في النادي الاهلي فما اعتقد يعني انه في اي مشاكل حتصير. الفترة الأخيرة ترى طلعت كلام كثير انه في عروض جاية لعبد الرحيم. والله في عروض جاية ما هي جاية اصلا ما اخش 6 شهور اللي بعد 3 شهور واصلا ما افكر انا اطلع من الاهلي. مباراة الاتحاد اتوقع مين اقرب؟ والله تتمنى؟ والله شوف انا اتمناها وان شاء الله لنا ان شاء الله. انت دائما تحط دائما تتكلم جمهور الاهلي جمهور الاهلي. والله شوف جمهور الاهلي صراحة هو اللي بيخلي انا شخصيا انا اللي بيخليني العب جمهور الاهلي صراحه بعد الله يعني بيعطوني دافع صراحه شيء كبير يعني خاصه لما تنزل تلاقي الملعب مليان يعني تفكر انه حرام الجمهور ده اللي جاي يطلع زعلان فانا ان شاء الله اعيده ان شاء الله ما يخرج زعلانين. ديربي معروف غني عن التعريف مباراه الاتحاد اكيد فريقين كبار في السعوديه اتمنى ان نطلع بصوره طيبه في المباراه وان الله يوفقنا ان شاء الله نفوز ان شاء الله. كم ديربي لعبت؟ والله 4-5 اعتقد اذا ما خاب ظني كثير والله لعبت صراحه. كم مره سجلت الاتحاد؟ والله مرتين 3 مرات كذا اعتقد كذا. انا اللي عرفته يعني شبكه على طول يبي لي اتذكر شويه. انا اللي عرفته يا عبد عماد انه من شبكه التواصل الاجتماعي انه جمهور الاهلي بيسوون حمله يوم الخميس وقوف مع عماد الحوسني، ايش رايك؟ الله يطول في عمرنا. هذا شيء غريب عليهم صراحه بس حتى انا كلاعب ان شاء الله بشد حيلي واتمنى ان الله يوفقني مع فريقي ان شاء الله. افتقدوا هم عماد الموسم هذا بالذات؟ لا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ارجع باذن الله ان شاء الله واشد حيلي وبشد حيلي اكيد ان شاء الله ويفرحهم ان شاء الله اكيد جمهوري على عيني وراسي. من قدام الاتحاد تكون غيره؟ اتمنى يا رب ان الله يوفقني في هذه المباراه ان شاء الله وبسوي كل ما عندي ان شاء الله بلعب كل طاقتي باذن الله، اتمنى الله يوفقني. فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث في البرنامج. الفيصلي والرائد يضيفان نقطة مضيئة لسجلهما التاريخي.